بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 74 بعد 102. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المنيا في جمهورية مصر العربية، وباعثها المستمع عبد الرازق بن عبد المعتمد بن عبد الحميد، يسأل ويقول: ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في الزوجة، إذ أنني شاب مقبل على الزواج إن شاء الله تعالى، فأرجو توجيهكم وإرشادكم جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الصفات التي يجب أن تتوفر في الزوجة التي يريد المسلم أن يتزوجها هي ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: اظفر بذات الدين تربت يداك. فأول هذه الصفات أن تكون ذات دين، يعني تكون متمسكة بدينها، فإن الدين كله خير. فإذا كانت متمسكة بدينها فإنها تطيع زوجها بالمعروف، وتكون ذات أمانة وتصون عرضها، فإن الدين كله خير. ثانيا، ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فمن الصفات الحميدة في المرأة أن تكون ولودا، لأن في ذلك حصول الذرية التي يحصل من ورائها خير كثير للوالدين وللمسلمين، لما في ذلك من تكثير عدد المسلمين. وثالثا، أن تكون المرأة ذات مودة ودودا لزوجها، لأن هذا أيضا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود في بعض الروايات. فإذا توفرت هذه الصفات في المرأة فإنها تكون مناسبة بإذن الله، الدين وأن تكون ولودا وأن تكون ودودا. وأما بقية الصفات فإنها تكون تبعا لهذه الصفات. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن الزي الإسلامي الصحيح للمرأة حسب ما ورد في الشرع الحنيف، علما بأنه كما يقول لا يوجد في قريتهم حتى الآن امرأة منقبة، جزاكم الله خيرا. الزي الصحيح للمرأة هو ما يسترها وليس فيه فتنة للرجال، لأن يكون ضافيا على جسمها يستر جميع جسمها، وأن يكون ساترا بحيث لا يكون شفافا، وأن يكون واسعا وفضفاضا لا يكون ضيقا، وأن لا يكون فيه زينة عند الخروج من البيت لئلا تحصل الفتنة ولفت الأنظار. هذه صفات الزي الإسلامي للمرأة، وألا يكون فيه تشبه بالكافرات بقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولا يكون فيه تشبه بالرجال، يعني يكون خاصا بالنساء، ليس فيه تشبه بالرجال قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من إحدى الأخوات تقول: إني في آخر يوم من رمضان ذهبت للعمرة
وصليت بالمسجد الحرام العصر والمغرب والعشاء، ولكن بعد رجوعي إلى المنزل لاحظت أثرا من دم بحوالي الساعتين قبل المغرب، ثم إني لم أعره اهتماما لأنه كثيرا ما يأتي ذلك قبل موعد العذر بيوم أو يومين، إلا أنني لاحظته بكثرة في هذه المرة، فهل أقضي ذلك اليوم أو بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ يعني كانت صائمة؟ كانت صائمة نعم. إذا كان هذا الدم كما ذكرت أنه استمر معها وتكاثر واتصل بالعادة، فإنه يكون من العادة وعليها أن تقضي هذا اليوم، لأنه تبين أنه أول العادة، فعليها أن تقضي هذا اليوم. على كل حال قضى هذا اليوم أحسن لها، لأنه أحوط وأبرأ لذمتها. جزاكم الله خيرا. ما حكم صلاة الحاجة؟ هل هي بدعة؟ مع أني قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. لا أذكر أن من أنواع الصلاة نوعا يسمى صلاة الحاجة، وإنما الوارد صلاة الاستخارة. إذا أشكل على الإنسان أمر هل يقدم عليه أو لا يقدم عليه، فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بعدهما بالدعاء الوارد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد عبد الله بكور يقول: والدتي تتدخل كثيرا في أمور زوجتي، فهل لي ألا أطيعها إذا تدخلت بيني وبين زوجتي؟ جزاكم الله خيرا. إذا تدخلت في أمور زوجتك الخاصة فليس لها ذلك، ولا تعمل بقولها، لأنه ليس لها مصلحة من وراء ذلك، ولأن هذا يضر بالزوجة أيضا. أما إذا كانت تلاحظ ملاحظات صحيحة على الزوجة وتريد منها أن تتجنبها، فإن هذا أمر من مصلحة الجميع، فعليك أن تنبه الزوجة لما لاحظته عليها والدتك لأجل أن تتجنبه، لأن هذا في مصلحة الجميع. فالحاصل أنه إن كان يترتب على ذلك مصلحة الزوجة أو مصلحة لك، فإن هذا يتعين الأخذ به. أما إذا كان لا يترتب عليه مصلحة وهو من شؤون الزوجة الخاصة بها، فإنه لا دخل لأحد في شؤونها الخاصة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يوجد في منطقتنا أناس يقرضون للمشاريع، إلا أنهم يكتبون في العقد أن من تأخر عن السداد في الوقت المعين فإنه يدفع غرامة، هل يعتبر هذا من الربا؟ إذا أقرضوا أهل المشاريع قروضا يمولون بها مشاريعهم وهي من باب القرض الحسن الذي يقصد به الإرفاق، فهذا عمل طيب، ولكن لا يجوز أخذ الزيادة عليها، لأن الزيادة عليها تكون ربا، وهذا بإجماع علماء المسلمين، وهو القرض الربوي. ومن ذلك إذا تأخر السداد فإنه لا تجوز الزيادة في الدين، سواء كان قرضا أو غيره، لأن هذا هو ربا الجاهلية الذي جاء القرآن الكريم بالنهي والزجر عنه. فإنهم كانوا إذا حل أجل الدين فإن الدائن يقول للمدين: إما أن تسدد وإما أن تربي، فإن سدد في الحال وإلا زاد عليه الدين وأفسح له في الأجل. هذا هو ربا الجاهلية الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز الزكاة للابن أم لا؟ نعم. هل تجوز الزكاة للابن أم لا؟ لا تجوز زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده، لأن الزكاة لا تدفع للفروع ولا للأصول، وذلك لأنه يجب على الوالد أن ينفق على ولده المحتاج، وكذلك العكس يجب على الولد أن ينفق على والده المحتاج، ولا يجعل الزكاة واقية لماله وتدفع عنه الواجب عليه نحو والده أو نحو ولده، لا يجعل الزكاة وقاية لماله. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجوز التجارة في الأقمشة الخفيفة الحريمي إذا كان معروفا أن بعض الناس يسمح لأهله بالخروج بها؟ لا يجوز استعمال الأقمشة الخفيفة التي لا تستر المرأة إذا علم أنهم يخرجون بها للأسواق، فإن هذا محرم، لأنها لا تستر، وتكون من النوع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، وذلك بأن تلبس لباسا لا يستر، إما لشفافته وعدم ستره ما وراءه، وإما لضيقه، وإما لانحساره عن الأعضاء، حيث تبدو أعضاء المرأة ينحسر عن ساقيها أو عن يديها وعن ذراعيها وعضديها، فهذا لباس محرم لأنه لا يستر المرأة،
ولا تجوز الإعانة على المعصية. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا علم من عادتهم أنهم يستعملون هذا في الخروج للأسواق فإنه لا يجوز ترويجه وإعانتهم عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أنفق في سبيل الله وفي وجوه الخير ولي إخوة ولكنهم غير موافقين في بعض الوجوه والمال في يدي؟ أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا. تنفق من نصيبك في وجوه الخير، وأما نصيب إخوانك فلا يجوز أن تنفق منه في وجوه الخير إلا إذا رضوا بذلك. نعم. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: أخوكم من اليمن أبو فارس. أبو فارس له جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: ما حكم من يأمر أخته بالحجاب وزوجها يرفض ذلك، مع العلم أن أهل بيتها التزموا الحجاب الشرعي، وحينما ازدادت المشكلة أمرها والدها أن تلبس الحجاب لكن زوجها لم يرضى بهذا، فكيف يكون توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب أن تلتزم الحجاب طاعة لله عز وجل، ولا تطيع زوجها في معصية الله، لأن ترك الحجاب معصية لله ولرسوله، فلا تطيع زوجها في ذلك، لأن الحجاب أمر قد أمر الله تعالى به. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب أمر واجب وهو مما أمر الله به ورسوله، والزوج الذي يرفض ذلك ولا يرضاه هذا زوج غير صالح ولا يطاع في معصية الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ما حكم من يسب الشباب الملتزم ويشوهه بأتفه الأسباب بل وينسب إليه أشياء وأشياء هو في غنى عنها، مع العلم أننا حاولنا نصحه وإرشاده ولكن دون جدوى، جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز تنقص أهل الدين والملتزمين بطاعة الله سواء كانوا من الشباب أو كانوا من الكبار، بل الذي يجب هو التعاون معهم على طاعة الله عز وجل، والواجب الثناء عليهم وتشجيعهم وحثهم على ذلك. وإذا لوحظ عليهم شيء من الملاحظات فإنهم ينصحون ويبين لهم وجه الصواب ويوجهون، أما الاستهزاء وأما السخرية بالناس هذا أمر منكر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. والاستهزاء بأهل الدين من صفات المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، إلى غير ذلك من أنواع الوعيد في الذين يستهزئون بأهل الدين ويسخرون منهم. والواجب عندما يلاحظ على أحد شيئا غير لائق من الشباب أو غيرهم أن يوجه بالحكمة والموعظة الحسنة، أما السخرية وأما الاستهزاء فليس هو سبيلا للإصلاح، وإنما هو منكر وسبيل للشر والعداوة بين المسلمين والتنفير من الدين والالتزام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ما صحة الحديث الذي يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، مع العلم أنني قرأت لأحد العلماء أن السجود يستحسن فيه أن نضع الركبتين قبل اليدين، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ نعم، الحديث الوارد في هذا صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضع ركبتيه قبل يديه في السجود،
خلافا للبعير، فإن البعير يبرك على يديه قبل ركبتيه. وقد نهينا عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، نهينا عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، ونقر كنقر الغراب. نهينا عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، ومن ذلك البروك مثل بروك البعير، لأن أول ما يهبط من البعير إلى الأرض عند بروكه مقدمه، وآخر ما يهبط مؤخره. فنهينا عن ذلك، أن نكون بالعكس، أول ما يهبط منا في الأرض المؤخر ثم المقدم، عكس بروك البعير. وهذا يعرفه كل أحد، وكل من نظر إلى بروك البعير. هذا هو معنى الحديث، هو المعنى الصحيح للحديث. وأما من روى ويضع يديه قبل ركبتيه، فهذه يقول الإمام ابن القيم إنها رواية مقلوبة، الحديث انقلب على الراوي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل يجوز لأحد إخواني الزواج من بنت هي أختي من الرضاعة؟ لا يجوز لك الزواج من بنت هي أختك من الرضاعة، لأن الله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال: وأخواتكم من الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. وبالنسبة لإخواني يحفظكم الله، أما إخوانك نعم، الذين ليس بينهم وبين هذه البنت رضاعة، فلا مانع أن يتزوجوا منها وإن كانت أختا لك من الرضاعة. يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أختك من الرضاعة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم أكل الطيور كالحمام وغيره من الطيور، وذلك حين نصطاده يموت قبل ذبحه، هل يجوز أكل هذه الطيور وهي ميتة دون ذبح؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان عند رميها بالبندق، وهي السلاح المعروف الآن، ذكر اسم الله عز وجل، فقال بسم الله ثم رماها وأصابها وماتت بالرمية، أي حلال. وأما إذا رماها ولم تمت وأدركها وفيها حياة، فإنه لا بد أن يذكيها. فإن ماتت بعد ذلك وهو لم يذكيها، فإنها لا تحل له، لأنها تكون ميتة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعم نعم. وأما إذا لم يسمي عند إطلاق السهم، نعم، لم يذكر اسم الله ومات الصيد بالرمي، فإنه لا يحل. قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم: رأيكم في الصلاة ورأي إمام يحدث بدعا في الصلاة وفي الدعاء وغير ذلك بعد الصلاة، مثل التزامه للدعاء بعد صلاة العصر دائما وباستمرار، والتزامه لدعاء القنوت في صلاة الصبح، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا يناصح ويبين له أن هذه الصفات والأذكار بهذه الصفة غير واردة، وأن الواجب عليه تركها. فإن امتثل وعمل بالسنة الحمد لله، وإن لم يمتثل فإنه يسعى في استبداله بإمام يعمل بالسنة، أما إذا صلى خلفه وهو ليس عنده من البدع إلا ما ذكره السائل، فالصلاة خلفه صحيحة والحمد لله، ولو كان يقنط في صلاة الفجر، ولو كان يستعمل أذكارا بعد الصلاة على صفة غير واردة، هذه بدعة. نعم، ولكن لا تصل إلى حد بطلان الصلاة، يصلي خلفه والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المجتمعات تقول: أختكم في الله أخت الشهيد، تقول: كنا مجموعة طالبات في سكن الطالبات، وكنا نصلي صلاة التهجد جماعة، حيث نتفق على ساعة معينة في الليل في الواحدة مثلا ونجتمع، وسبب اجتماعنا حتى يكون أنشط لنا، فوجهونا حول هذا العمل جزاكم الله خيرا. التزام هذا العمل لا يجوز، لا يجوز التزام الاجتماع لصلاة التهجد بالليل إلا في رمضان. في رمضان لا بأس بذلك، لأن هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد صلى بأصحابه ليالي من رمضان. وأما التزام هذا في غير رمضان فإنه يعتبر بدعة، لأن هذا لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل
أصحابه والقرون المفضلة، ولو عمل بعض المرات من غير التزام فلا مانع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا صلاة النافلة جماعة من غير التزام لذلك ومداومة عليه، فإذا فعل بعض المرات فلا مانع، أما المداومة عليه واتخاذه عادة فهذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضل لكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.